بداية الاختراع كانت فكرة من 15 سنة حاولت أسويها وما قدرت، هذه بدايتها. رحت مصانع، زرت مصانع، لقيت وايد مشاكل فيها، وايد مشاكل. بعدين رحت توجهت إلى التدريس والوظيفة الحكومية، وبعد 15 سنة ردت لي الفكرة نفسها، بس أصريت إني أسويها المرة. مشعل مثل ما انتم شايفين مبخر جوال قابل للشحن، سهل الاستخدام، خفيف، متنقل، ممكن تاخذه معك بالسفر، ممكن تاخذه معك في اي مكان. مشعل عمره 2.5 سنين، استغرق 2.5 سنين على ما طلع مشعل للناس، وهذا الوقت اللي خذاه كله سبب شيء واحد اللي هو عدم الخبرة. طبعاً الجهاز تنقي الوقت من 3 دقائق، دقيقتين، دقيقة، وهو يطفي بروحه. تنقي الحرارة إذا تبي اشتعال أكثر من الجنب، أقل من الجنب. في مروحة فان عشان تسوي لك تيار كهربائي إذا سكرت الغطاء، مثلاً إذا بتحط حزة الغطرة مع الغطرة عشان لا تأذى. وفي سكيور وفي سيفتي، في ترمستات. مشعل إن شاء الله راح ينزل الأسواق عن قريب، لكن احنا قاعد نبحث له عن وكيل. شيء بالي اسويه، بالي اسس شركه للاختراعات. انا الجهاز هذا سويته ب2.5 سنين، لو ينعاد الزمن الحين بالخبره اللي حاشتني ب2.5 سنين اقدر اسويه خلال مده ما تتجاوز 60 يوم. هذا مو الشكل النهائي حق مشعل، الشكل النهائي لمشعل انت وانتي راح تحطونه ان شاء الله. مع كل جهاز راح تلاقون عنوان موقع مشعل. نتمنى تواصلكم معنا، نتمنى نسمع افكاركم، ملاحظاتكم، ابداعاتكم، ابتكاراتكم. الجهاز هذا بالنهايه لكم. المخترع مشعل يوسف العبيد، كويتي، افتخر. Yeah, yeah, yeah.